Classification of magnetic materials. يتم تقسيم المواد المغناطيسية إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يسمى diamagnetic materials. القسم الثاني يسمى paramagnetic materials. والقسم الثالث يسمى ferromagnetic materials. هاي المواد يتم تقسيمها بناء على خصائصها المغناطيسية واللي هي تحدد في قيمة ميو آر relative permeability. إذا كانت ميو آر تقريبا أقل من واحد فهي المادة diamagnetic. إذا كانت ميو آر almost bigger than one فهي المادة تسمى paramagnetic. وإذا كانت ميو آر much bigger than one فهي المادة تسمى ferromagnetic. اللي بيخلي ميو آر أقل من واحد أو أكبر من واحد أو أكبر بكثير من واحد الإشي اللي ذكرناه في محاضرة الماجنتايزيشن عن البي أوربيتال والبي سبين. فإذا كان البي من الأوربيتال موشن كانسل البي من السبين موشن كومبليتلي فالمادة رح تصير دايماجنتيك. إذا كان البي أوربيتال كانسل بي سبين بارشالي يعني في بيناتهم a certain phase shift فالمادة هاي paramagnetic. وإذا كان ال B orbital in phase أو قريب جدا من ال in phase with the B spin من ال motion من ال spin motion فهاي المادة رح تكون ferromagnetic material. أمثلة على هاي الأنواع من المواد diamagnetic material في الغالب هي المواد اللي صنفناها conductors في chapter 5 مثل الكبر الألمنيوم الذهب الفضة الرصاص. هاي المواد تعتبر مواد موصلة كهربائيا جيدا وعازل ومواد غير موصلة أو غير مغناطيسية. أمثلة على الparamagnetic material اللي هي المواد اللي لها ميو آر almost bigger than one مثل الاير. طبعا الفري سبيس exactly واحد بس الاير تقريبا 1.005. الاير التنجستون البوتاسيوم البلاتينيوم هاي المواد تعتبر مواد paramagnetic material. ممكن ترجع للكتاب تشوف أمثلة عليها. الferromagnetic material أمثلة عليها الايرون يعني من أفضلهم وأرخص المواد والفيرايت النيكل الكوبالت النيوديميوم. هاي المواد كلها تعتبر مواد قوية جدا مغناطيسيا يعني ميو آر إلها مثلا الحديد بتراوح ميو آر إله من بعض المئات إلى مئات الألوف على حسب جودة الحديد. الفيرايت قريب من 7000. النيوديميوم قريب من 800000. النيوديميوم هو بسموه الإيرث ماجنت مغناطيس الأرض فهو من أقوى المغناطيسات الموجودة. فبناء على حركة البي أوربيتال والبي سبين وكيف علاقتهم مع بعض يتم تقسيم هاي المواد. أول نوعين الدايماجنتيك والباراماجنتيك هذول اللي بنسميهم اللينير ماتيريال. لينير معناته هم اللي بنفع نستخدمهم علاقة M equal XM في H اللي شفناها في محاضرة الماجنتيزيشن أو علاقة البي equal MU في H. لأنه إذا ملاحظ هون الام علاقتها لينير مع الاتش والبي علاقتها لينير مع الاتش. لكن بالنسبة للفيروماجنتيك ماتيريال فهذا النوع الثالث it is a non-linear material. مدام non-linear material يعني ما بنقدر نحكي إنه بي equal ميو في اتش always وإنما بي راح تساوي ميو في اتش only at points or at a differential point بالنسبة لهذا الكيرف. الفيروماجنتيك ماتيريال هي من أقوى المواد المغناطيسية وهي تستخدم كباسيج لخطوط المجال المغناطيسي على حسب الابليكيشن. وكل مادة من هاي المواد لها درجة حرارة المفروض ما تتعدى عشان ما تفقد خصائصها المغناطيسية. ففي إشي اسمه تي سي اللي هو الكوري تيمبرشر ناو نسبة لبيير كوري فاللي هي درجة انصهار المواد. إذا تعادت المادة
زيس تمبرشر المادة راح تنصهر، حتى يعني لو رجعت جمدتها ورجعتها كمادتها مرة ثانية ما راح ترجع بنفس الجودة الأصلية، وإنما ترجع بكثافة أقل من اللي كانت عليه. ففي جدول بقيمة الكوري تمبرشر لكل هاي المواد، إنه المفروض ما تعدى قيمة درجة هاي الحرارة. بالنسبة لخصائص أخرى للفيروماغنتيك ماتيريال، they are capable of being magnetized very strongly by a magnetic field. يعني لو حطيت مجال مغناطيسي قريب منهم إلهم إمكانية إنهم يتمغنطوا بكمية كبيرة جدا، بحيث إنهم قيمة بي اللي بتتخزن فيهم، قيمة بي اللي هي المجال المغناطيسي أو التدفق المغناطيسي اللي بتتخزن فيهم حتى بعد ما تشيل المغناطيس الخارجي راح تكون قيمته كبيرة جدا، وبيحتفظوا فيها لفترة طويلة من الزمن، وبيخسروا هاي الخصائص المغناطيسية إذا تعدت المادة درجة حرارة الكيرو تمبرشا. وتستخدم لأمور شيلدينج. كيف يعني لأمور شيلدينج؟ مثلا إذا عندك بوصلة، هاي مثلا مؤشر البوصلة الكومباس، وأجيت قربت مغناطيس من هاي البوصلة، هون النورث هون الساوث، فخطوط المجال المغناطيسي راح تظلها تطلع من النورث. هلا إذا ما حميت البوصلة، مؤشر البوصلة it will deflect، راح يتغير لحتى يأشر على اتجاه القطب الشمالي، فالخطوط راح تكون طالعة من القطب الشمالي، فمؤشر البوصلة راح يأشر للقطب الشمالي. الغرض من البوصلة إنها تدل على القطب الشمالي الأرض وليس لأي مغناطيس قريب من هاي البوصلة، فالمفروض نحط هون طبقة حماية حوالين هاي البوصلة، فهاي طبقة الحماية بتكون من مادة إحدى مواد الفيروماغنتيك ماتيريال، خلينا نحكي على سبيل المثال أيرون. فشو بصير بهاي الحالة؟ بتصير خطوط المجال المغناطيسي اللي طلعت من المغناطيس بدل ما تأثر مباشرة على الديتكتور اللي موجود في داخل البوصلة، راح تصير تمشي في الماجنتيك ماتيريال لحتى تطلع من الجهة الثانية، لأنه هدف من الفيرو ماجنتيك ماتيريال إنك توجد باسج لخطوط المجال المغناطيسي. طب شو اللي خلى هاي الخطوط تمشي في الايرون وما تمشي بالفراغ اللي في الداخل؟ لانه ايرون له ميو ار سماحيه مغناطيسيه عالي جدا، بينما هاي المنطقه اللي جوا هي عباره عن هواء، ميو ار ايكوال واحد. يعني مثلا لو فرضنا انه ميو ار الحديد 1000، من كل 1000 خط واحد راح يمر للداخل، وبالتالي المؤشر البوصله راح تلاقيه ذبذب بس ما راح ينحرف باتجاه المجال المغناطيسي القريب منه، وبالتالي راح يظل يأشر على النورث بول اوف ذا ايرث. فالحماية بتكون من الجوانب الأربعة، ما بنغطيها من فوق ومن تحت، لأنه لما تكون انت ماسك البوصلة بشكل بارلل لسطح الأرض، فخطوط المجال المغناطيسي راح تكون تيجي من تحت البوصلة أو من فوق البوصلة وليس من جوانب هاي البوصلة. فهاي مثلا تطبيقات للفيروماغنتيك ماتيريال نستخدم في أمور الشيلدينج للسراوندينج عشان تقدر تجيب قيمة المجال المغناطيسي للأرض. طيب المجال المغناطيسي للأرض كيف نقدر نحسبه؟ فمن خلال سيمبل اكسبيرمنت في المختبر، اوكي ان ذا لاب، يو كان ميجر ذا ايرث ماجنتيك فيلد. ناو الايرث ماجنتيك فيلد عشان تقدر تقيسه بدك عدة أجهزة. أول جهاز بيقيس لك الماجنتيك فيلد أو الماجنتيك فلوكس دنسيتي، هذا الجهاز اسمه تسلاميتر. هذا الجهاز له سيرتين سكرين تعرض قيمة التدفق المغناطيسي المقاس، الوحدة قد تكون تسلا أو ملي تسلا أو مايكرو تسلا، وبيكون في بروب طالع من هذا الجهاز، وهذا البروب موصول في ديتكتور أو سيرتين بروب بهذا الشكل. أوكي هذا الديتكتور. فمنروح بعد ما نجيب هذا الجهاز بدنا نجيب ناو واير كارين كوندكتر، منجيب هنا كوندكتر ومنمرر فيه اسيرتين كرنت اي دي سي كرنت او اي سي كرنت. فاذا مررت هلا تيار كهربائي في سلك موصل وقربت جهاز الديتكتور من هذا السلك، الديتكتور مفروض، طبعا هذا الديتكتور هو عبارة عن اكسيال ديتكتور يعني بيتأثر مع الاتجاهات، يعني اذا حطيته بعكس اتجاه الماجنتيك فلكس راح يعطيك اشارة نيجاتيف، اذا حطيته بارلل مع الماجنتيك فلكس راح يعطيك زيرو. المفروض الديتكتور تحطه باتجاه الدوران ويكون عمودي على الماجنتيك فلكس عشان يعطيك القيمة الصح. فانت بتعرف
إنه إذا مر تيار كهربائي في سلك بهذا الشكل، إنه راح يتولد مجال مغناطيسي حول هذا السلك in this direction حسب الـ right hand rule. معناته إذا جبت الديتكتور من هاي الجهة اللي هون، فالماجنتيك فلوكس بده يكون اتجاهه للخارج، هون بده يكون اتجاهه للداخل، هون بده يكون اتجاهه مماس بهذا الشكل، هون مماس بهذا الشكل. فأنت عارف كيف اتجاه الماجنتيك فلوكس، فبتحط البروب بناء على هاي الوضعية. يعني إذا جبت هذا البروب بهذا الشكل عشان يعطيك قراءة الجهاز، يفضل إنك تحطه على هاي الجهة من الكوندكتر. إذا بدك تحطه على الجهة اللي هون، يفضل إنه البروب تثنيه بحيث يكون التيب أوف ذا بروب يكون خارج من الورقة عشان يكون مع اتجاه الماجنتيك فلوكس. طيب، بعد ما عرفنا كيف نحط الديتكتور وشو المنطقة اللي حوالين السلك المفروض نحط الديتكتور عليها، هذا الجهاز راح يعطيك قراءة، نسمي هاي القراءة B1. B1 اللي قرأها الجهاز اللي هي B من الواير زائد B من الإيرث زائد B من السراوندينج. اوكي، اذا ما كنت بتفحص في غرفة مهيئة لهذا الاشي، السراوندينج المقصود فيها مثلا الموبايل فون الموجود في جيبتك، الضواو الموجودة في المختبر، اذا في اي الكتروماجنتيك راديشن موجودة في المختبر، فيفضل انه هذا الاشي نحاول نتخلص منه او نقلله قدر الامكان. فاذا قدرنا هذا الاشي نتجنبه، فبضل انه بي اللي قاس الجهاز هي بي من السلك زائد بي من الارض. فهاي اول قراءة. الخطوة الثانية اللي راح نسويها، راح نعكس اتجاه الكرنت في السلك. لما تعكس اتجاه الكرنت في السلك، فانت عكست اتجاه المجال المغناطيسي في السلك وليس المجال المغناطيسي للارض. بتروح تقيس بي 2 مرة ثانية. بي 2 اللي راح تقيسها مرة ثانية راح تكون سالب بي واير زائد بي ايرث. ليش سالب بي واير؟ لأنه اتجاهه هون صار عكس اتجاهها في الحالة الأولى. هلا إذا جمعت القراءتين راح تحصل على البي إيرث اللي هي تساوي القراءة الأولى زائد القراءة الثانية وتقسمهم على 2. فبهاي الطريقة تقدر تجيب قيمة المجال المغناطيسي للأرض. طبعا قيمتها إذا هي حكينا سطح الأرض، هون النورث بول، هون الساوث بول، أقل ما يمكن راح تكون عند الإكويتر عند خط الاستواء، وقيمتها بتزيد كل ما اقتربت من القطب الشمالي أو كل ما اقتربت من القطب الجنوبي. وبهاي الطريقة بنقدر نحسب المجال المغناطيسي للأرض في المختبر. Now if we draw the BH curve for these materials, BH curve is the relationship between the magnetic flux density and the magnetic field intensity. Now for linear materials, either diamagnetic or paramagnetic, from the name the curve should be linear. معنات العلاقة ما بين B و H راح تكون a linear relationship، بحيث انه لو جيت اخذت فرق ال B على فرق ال H، هاي النسبة راح تلاقيها equal the permeability. B2 ناقص B1 over H2 ناقص H1، وهاي القيمة راح تظلها constant بغض النظر اي نقطة اللي اخذتهم على هذا الخط. This is called the linear BH curve for linear material, paramagnetic or diamagnetic material. But for ferromagnetic material, العلاقة هون it is not linear. فإذا نيجي نرسم the relation between the magnetic flux and the magnetic field intensity, it will be as follows. خليني اشرح الرسمة بنفس الوقت مع المادة اللي بدنا نشتغل عليها. لو جبنا هون فريش ماتيريال، فريش يعتبرها مادة مصنعة حديثا، واعتبر ان هاي المادة هي ايرون. فمادة مصنعة حديثا راح تلاقيها ما لها اي خصائص مغناطيسية. ليش؟ لانه التوتال ماجنتايزيشن لهاي المادة راح تلاقيها M equal 0. هلا هاي المادة موقعها على الكيرف راح يكون في السنتر. ليش؟ لأنه مادة ما في اتش خارجي، هاي يعتبرها اتش اللي هو المجال الخارجي بدنا نسلطه على المادة. هاي المادة ما في اتش خارجي مسلط على هاي المادة، والمادة ما بتحتفظ في اي مجال مغناطيسي لأنها مصنعة حديثا ماجنتايزيشن ايكوال زيرو، فموقعها على الكيرف راح يكون هون. هلا إذا جيت سلطت على هاي المادة اتش اكسترنال، شو راح يصير؟ راح تبلش هاي الماجنتيك دايبول تلف حول محورها لحتى يصير الماجنتيك مومنت باتجاه
الاتش اكسترنال الخارجي، لكن هاي العملية زي ما حكينا بتحتاج إلى وقت، فالأمور مش راح تزداد بشكل خطي وإنما راح تزداد بشكل اكسبوننشال بهذا الشكل. فوصلت المادة للموقع اللي هون، عملية الزيادة تمت بهذا الشكل، بحيث إنه هاي القيمة اللي هون هون اتش ماكسيمم، اوكي، المفروض ما تتعدى قيمة الماجنتيك فيلد انتنسيتي اللي تتحمله هاي المادة حتى ما يصير لها بريك داون. طبعا عناصر البريك داون الخمسة اللي حكينا عنها في شابتر خمسة برضه تطبق هون. لما تسلط اتش اكسترنال على مادة بدك تراعي انه النيتشر اوف ذا ماتيريال، تمبرشر الهيوميديتي، الابلايد ماجنتيك فيلد، تايم اوف ذا ابلايد ماجنتيك فيلد، حتى تتجنب انه يصير بريك داون لهاي المادة. فلما تسلط على المادة أكبر مجال مغناطيسي بتتحمله، فالدايبولز كلهم راح يصيروا بنفس الاتجاه، لما يصيروا في نفس الاتجاه قيمة الماجنتايزيشن راح تصير ساتوريشن ماجنتايزيشن، وعندها قيمة الماجنتيك فلوكس اللي تخزن جوا المادة راح يكون أكبر ما يمكن، بحيث إنه الكيرف اولموست راح يكون شبه لينير هون، بحيث انه حتى لو زدت اتش ام عن الحد المسموح فيه الزيادة في البي مش راح تلاقيها كبيرة. هاي معنى كلمة ساتوريشن. وعشان نتجنب المادة، طبعا هون اكيد راح تكون درجة حرارتها مرتفعة، عشان نتجنب انه يصير انهيار لهاي المادة احنا بنشتغل تقريبا 5% تحت الساتوريشن ماجنتايزيشن عشان نتجنب بريك داون لهاي المادة. فالمادة عند الوضع اللي هون راح يكون شكل المادة انه كل الدايبول مومنت موحد في اتجاه الاتش اكسترنال الخارجي، معناته المادة صار لها قطبية، بحيث انه هنا له قطب نورث هنا قطب ساوث، هيك شكل المادة عند هاي النقطة. طيب اذا هلا الاتش ماكسيمم او الاكسترنال ماجنتيك فيلد شلته، يا اما شلته مباشرة اذا كان انت مقرب مغناطيس بار ماجنت من هاي المادة فانت شلت البار ماجنت، او اذا انت جاي مغناطيس كهربائي وحركته عن طريق الجهاز باستخدام النوب من الصفر الى الماكسيمم، رحت ايش نقصته من الماكسيمم للصفر، يعني المهم اجينا نقصنا المجال الخارجي في هاي المادة. لما تنقص المجال الخارجي من اتش ام لصفر، فالمادة راح يبلش تقل فيها الماجنتيك فلوكس اللي تخزن جوا هاي المادة، بسبب انه بطل في اشي يجبر الدايبول مومنت انه يكون في نفس هذا الاتجاه. لكن المادة لما ترجع اتش ام لصفر ما راح تفضى المادة مغناطيسيا مباشرة، لانها راح تقدر تحتفظ في المجال المغناطيسي لفترة من الزمن بسبب الشوائب الموجود في هاي المادة. فلما اتش يرجع للصفر، البي في داخل هاي المادة بيرجع لقيمة هون بنسميها بي ار. بي ار اختصار لكلمة ريزيدجوال ماجنتيك فلوكس ديمسيتي، يعني كمية المجال المغناطيسي المتبقي في داخل هاي المادة. هاي الكمية هي اللي بتختلف من مادة لمادة، وهاي اللي بتصنف المواد من أقوى مغناطيسيا عن بعض على حسب قديش قيمة البي آر المادة بتقدر تحتفظ فيها بعد ما تشيل المؤثر الخارجي عنها ولكم فترة من الزمن. فالمادة نقصت بهذا الشكل، لاحظ ما رجعت على نفس الكيرف اللي مشت عليه، رجعت على كيرف متأخر شوي. هاي عملية التأخر في الكيرف من هون أجا اسم الكيرف بي اتش كيرف فور نون لينير ماتيريال، أو الكيرف اسمه هيستريسيز لوب. هيستريسيز معناها لاج باللغة اليونانية، كيف بنستخدم مصطلح هيستريسيز لوب للشكل اللي راح تطلع معانا هلا. التسمية أجت من هون إنه ما رجعت على نفس الخط اللي اتمغنطت فيه، رجعت على خط متأخر شوي. فإذا هلا اتش اللي عندك حركناه من صفر ل اتش ام مشت على الخط الازرق، رجعناه من اتش ام لصفر رجعت على الخط الاحمر. طيب اذا حركناه من صفر الى ناقص اتش ام، اذا رجعنا لعند هاي القيمه، ايش يعني ناقص اتش ام؟ يعني انك عكست اتجاه الماجنتيك فيلد، بدل ما يكون اتجاهه نحو اليمين صار اتجاهه نحو اليسار. فهيك انت بدك تخلي مش فقط الدايبول يكون اتجاهاته نحو اليمين، بده يبلش هلا محور الدوران يتغير بحيث انه يصير الماجنتيك مومنت كله يصير نحو اتجاه اليسار. فهاي العملية لو كملت فيها المفروض تصل لنقطة somewhere here، بحيث انه شكل المادة هون انه الدايبول كله صار باتجاه ال H external الخارجي بهذا الشكل، يعني قطب النورث هون قطب الساوث هون، يعني زي كأنك انت تحكمت في قطبية هاي المادة.
طبعا هاي القيمة هون راح تكون ناقص اتش ام، وهاي القيمة اللي هون راح تكون ناقص بي ام. طبعا ناقص مش معناته انه القيمة نيجاتيف، معناته انت عكست البولاريتي لهاي المادة. فانت مشيت على هذا الكيرف بهذا الشكل لحتى وصلت للقيمة اللي هون. هلا في نقطة مهمة مريت فيها، اللي هي النقطة اللي هون. هاي النقطة بنسميها اتش سي، بس بنسميها نيجاتيف لانها على النيجاتيف سكيل. هلا قيمة اتش سي المقصود فيها دي ماجنتايزد ماجنتيك فيلد انتنسيتي، ماجنتايزد او كوريسيف. هي الكلمة اجت من كلمة كوريسيف، بس كوريسيف معناها اللي هي الدي ماجنتايزد، اللي هي هاي النقطة كثير مهمة، اللي هي لما بي ايكوال صفر. والبي ار هاي كمان نقطة كثير مهمة، انه لما اتش ايكوال صفر. المقصود في اتش ايكوال صفر انه المؤثر الخارجي مش موجود. المقصود في بي ايكوال صفر انه المادة ما الها اي خصائص مغناطيسية، يعني رجعت المادة زي كأنها فريش. يعني لو انت سلطت على المادة ماينس اتش سي فبي ايكوال صفر، واذا شلت المؤثر الخارجي فرجعت المادة زي كأنها فريش ماتيريال، ما في لها اي خصائص مغناطيسية. يعني ما في داعي تستنى ايام لحتى المادة تفضى، انت ممكن تفضيها اذا عرفت كيف تسلط القطبية الصحيحة. طيب هل اذا رجعت كمان الناقص اتش ام، نقصته من ناقص اتش ام الى زيرو، فرح يكمل معاك الكيرف، رح حتى يصير معك بهذا الشكل، يمشي لهون لعند قيمة اسمها ماينس البي ار. الكيرف في الغالب يكون سيمتريك حوالين الاوريجين اذا كانت المادة هوموجينيوس. واذا كملت هلا رجعت اعدت الكرة من صفر ل اتش ام، فراح تلاقي ان المادة راح تمشي بهذا الشكل. هاي القيمة اللي هون اسمها اتش سي في الموجب سكيل. هل هذا الكيرف اللي قدامنا اسمه الهيستريسيس لوب. الحركة اول اشي مشينا على الخط الازرق، هذا الخط الازرق اللي مشينا عليه اول اشي بنسميه الانيشال باث، لأن المادة ما بتمشي عليه إلا فقط عند أول عملية مغنطة. Okay. This is called the initial path. فأي مادة fresh material هي فقط تمشي عليه أول مرة، أو مرات بسموه ال virgin path. طيب هلا في حال مشت على initial path أول مرة، بعدين بتصير تمشي على ال envelope اللي انتو شايفينه بهذا الشكل. هلا المواد تقاس بمساحة هذا المنحنى، كل ما كانت المساحة تحت المنحنى أكبر كل ما كانت المادة أقوى مغناطيسيا، بنسميه hard material. الـ ideal material إنه الشكل يكون مربع بهذا الشكل. إذا حصلت على مادة square بهذا الشكل، طبعا ما فيش إشي اسمه ideal material، هيك أكبر ما يمكن الـ BH curve إنه يكون 2BM ضرب 2HM. This is a ideal magnetic material، لكن كل ما كانت المساحة تحت المنحنى أكبر كل ما كانت الماتيريال بنسميها hard magnetic material. المواد اللي هون for linear material المساحة almost صفر، فبنسميها soft magnetic materials. هذا بالنسبة لل BH curve وكيف طبيعة كيف نعكس البولاريتي. النورث كان نحو اليمين، هون صار النورث نحو اليسار، هون في المنتصف المادة تكون فريش ماتيريال، وشو أهمية النقاط الريزيدوال ماجنتيك فلكس دينسيتي والدي ماجنتايزد ماجنتيك فيلد انتنسيتي.